المنتخب اليمني في أرضية الملعب. تغيب حلول التسديد. شوف الإعادة، شوف المحاولة، الكرة ملعوبة سريعة لمصلحة العلقي على اليمين، ملعوبة خطيرة قد تكون مباغتة. الله بأقدام عبد الرحمن، اليمن السعيد يتنفس الصعداء. الله على يمن في أرضية الملعب يسجل الهدف الأول. الله يلعب بجنبية، اليماني يلعب بأعصاب المنتخب السوري ويسجل هدف الأمان نحو البطاقة الأولى إلى النهائي. اليمن السعيد بمدرجات سعيدة في أرضية الملعب. 1-0 هنا لمصلحة اليمن، يفتتح سجل التهديف ويقص شريط التهديف. الأوفسايد يحضر يا برواني. شوف الإعادة، شوف الراقة الأولى إلى النهائي بالانتظار. الكرة تعود، مرت عبد الرحمن ثاني. لا 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 لا، احتل المركز الرابع في هذه المباراة. شوف الإعادة، شوف الهدف، وشوف الفرصة الجميلة التي تقدمت.